واليوم يوم السعودي هو الدار دار أبيه دار حموها الجدودي تبقى على العز حية. لكن لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. دار حموها الجدودي تبقى على العز حي. يوم السعودي والدار دار نبي. دار حموها الجدودي تبقى على العز حي. يوم السعودي والدار دار نبي. دار حموها الجدودي تبقى على العز حي.